ماذا تقول لشخص لا يجد لذة في العبادة واكثر من الانسلاخ عن الدين واتباع الشهوات؟ أقول له حذاري، هب أنك لا تجد لذة ومع ذلك يبقى في دينك، وهذه اللذة لمستوى. ليس كل من يعبد، ليس كل من يصلي يجد لذة في الصلاة، ليس كل من يصوم يجد لذة في الصيام، ليس كل من ينفق يجد فرحا عندما ينفق. هذه مراتب، لكن ليس الأمر يعني ليس لأنك لا تجد لذة فلا تفعل. وسل الله أن يثبتك، لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم ليثبتنا الله عليه. يرى الملك في موطئه عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يسعى بين الصفا والمروة، عندما إذا وقف على الصفا والمروة قال: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا عبد الله بن عمر. تعرفون من عبد الله بن عمر؟ من عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قصت عليه حصة أخته رؤيا رأها هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤول تلك الرؤيا، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك. يعني هو يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله. هذا هو نعم الرجل، وأجمع الناس في زمنه على أنه من خيار المسلمين، يسأل الله الموت على الإسلام. وهذا فعل الصالحين. أنا أدركت رجلا من الناس الذين كانوا يحفظون القرآن، كان يحفظ كتاب الله لأولاد المسلمين أكثر من 50 سنة ويخرج طلبة القرآن وحفاظ القرآن. لما كبر ورجع إلى بيته، طبعا عندما كان يحفظه في مسجده وهو مقيم على الطلبة يحتاج أن يقوم قبل أذان الصبح بزمن ليوقظ الطلبة ليكذروا، فهو في ذلك الوقت يذهب فيصلي ركعات قبل أذان الصبح، قيام الليل لا يفوت. قال لي لما رجع إلى بيته وصار ما عنده الآن طلبة يوقظهم قبل الليل، يقول لي: تدري على أي شيء أخاف الآن؟ أخاف على تلك الركعات التي كنت أصليها قبل الصبح، لأن ما عندي سبب لأقوم إلى الطلبة فأخاف أن لا أصليها. لا خوف الصالحين. أنت سأل الله يا إخواني، سأل الله التثبيت، أو الله سبحانه بالذي سأله عبد الله بن عمر: كما هدى الإسلام ألا يتوفانا إلا ونحن مسلمون.